خلينا أول شيء نشوف الطاقة لبرج الحمل كيف حتكون هذا الشهر إن شاء الله يكون أحلى من الشهر الماضي لأنه الحمل دائماً تعبانين تعبانين وفعلًا أنا بعرف ناس كتير من برج الحمل تعبانين فخلينا نشوف طاقتكم واو أه، طاقتكم هاي هي هاي اللي هي راح تكون مثل انت محصن تماما وليكن حصانه خلينا نقول عنايه الهيه اكثر ما هي منك انت جهد منك انت راح تكون خطواتك مباركه خلينا نقول طاقتك هاي الشهر عم تتحلى بالقوه اللي نابعه من داخلك نابعه من من يعني من روحانياتك فالظاهر انه روحانياتك عالية هيدا هذا الشهر بالفترة اللي قلنا عنها فرح تستمد طاقتك من داخلك ما رح تستمدها من الخارج ولا من اشخاص ولا رح تستعين في احد ولكن قوتك رح تكون داخلية فحلو كتير انه رح تست يعني رح تستغل الطاقة الكامنة فيك لحتى تعرف تمشي امورك هذا الشهر خلينا نشوف بشكل عام إذا توقعات برج الحمل آخ ليش حزين يا برج الحمل كل مرة كل شهر بتمنى إنه تطلع من هاي الطاقة بس شكلها علقانة فيك شكلها علقانة فيك هاي الطاقة إلها فترة طبعا نحنا بنفتح بشكل عام العاطفة إذا بينت عنا بنحكي العمل الصحة السفر أي شيء ببين بنحكي عنه ما حكينا عنه فما بيكون آه ما بيكون موجود بالورق أو ما بيكون في فرصة كبيرة لإله يعني أحيانا بالقراءة ب يعني ما ببين عندي سفر فبسالوني بالتعليقات انه طيب ما حكيت عن يعني السفر ما حكيت عن السفر لانه ما في فرصه للسفر ما في يعني قدامي بين في فرصه للسفر لذلك انا ما ذكرته فعلشان هيك يعني بتمنى انه تتفهموا الموضوع او القصه كيف بتصير عم بشوفك يا برج الحمل ببدايه هاي الفتره خلينا نقول اول اسبوع آه، شايفه في احلى شيء انه في تمرحل في آه، مراحل في الموضوع عم بشوفك تقوى شوي شوي بهذا الشهر آه، في حدا خذلك خذلان يعني اللي هو كبير آه، اكتشفت موضوع معين آه، خلاك تاخذ فكره عن اشخاص او شخص آه، عزيز عليك كثير يعني مثل آه، كنت يا اما صول ميد يا اما يعني شخص على الصعيد العاطفي او على صعيد الاصدقاء كمان ممكن يكون ممكن يكون هذا الصديق كمان في العمل فعم بشوفك مثل خلاص بعد هذا الشخص انزويت شوي او انطويت شوي على حالك او حتى حبست حالك اكثر اشي ما عم تطلع ما عم تفوت ما عم تحاول انك تغير طاقتك عم بشوف مثل تعبان خلاص في عندك صار عدم امان للاشخاص ما عم تعطي فرص للاشخاص في اشخاص جديدة عم بتمر بحياتك في هاي الفترة ولكن عم بشوفك واقف هيك جامد ما عم تعطي فرص للاخرين بسبب حب قديم بسبب خذلان من حبيب يمكن يكون قديم من صديق فعم بشوفك في بعد هاي الفترة أو بعد هذا الأسبوع عم بتكافح أو عم بتحاول تدافع عن نفسك بتحاول تكافح لحتى تمشي بهاي العلاقة أو تمشي بهذا الموضوع بس طاقتك هون قوية كتير طاقتك نارية عم بتكون طاقتك قوية وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالأوراق الطاقة بين عندي انه في عناية الهية فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كذا خطواتك هذا الشهر مباركة وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى عم ترجع الامور تصفى بينك وبين شخص قديم شخص ممكن يكون حتى على صعيد العمل سبب لك مشاكل سبب لك كذا فعم بيحاول هذا الشخص انه يتقرب منك عم بيحاول انه يعني يغير الطاقه اللي بناتكم ولكن انت انا شايفيتك ماخذ خلص اللي هو يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخذلان او ما عم تقدر تسامح عم بشوفك عم بتسامح بعد فتره ولكن في هذا التوقيت اللي هو رح يجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كثير آه آه لا يعني ماسك سلاحك ويعني مش متقبل ابدا اي موضوع شايفتك بشكل عام عم تقدم على آه خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير آه متحمس لإلها ممكن يكون عمل جديد على فكرة عمل جديد له علاقة في الإبداع له علاقة في ممكن آه يعني هو مثل عمل حر او شركه ما بين ما بينك وما بين شخص ثاني ممكن يكون ولكن هاي الخطوه يعني جدا راح تكون متحمس لها وراح تكون تمر على خير يعني انا شايفه هذا المشروع او هاي الفكره اذا تبلورت راح تكون في هذا التوقيت خاصه راح تكون جدا مباركه هاي الخطوه الشخص ممكن يكون هوائي اكثر شيء ممكن يكون سرطان ممكن يكون آه يعني من الابراج لا من الابراج الهوائيه او سرطان من الابراج الهوائيه اللي هي بنعرفها ميزان دلو جوزاء ممكن هدول الاشخاص تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح مو شرط هدول بس الاشخاص ولكن اذا كانت عندك فكره انه تفتح مشروع او تبلور فكره او فانا شايفيتها ماشية على خير او انه عمل جديد هو رح يجيك فرصة عم بشوف اخر فترة عم بشوف في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك او كذا عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع بي... والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانها قراءة عامة اكيد خاصة القراءات العاطفية فهون مبين ان الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق مبين انه هذا الشخص فعلا في حب حقيقي بينك وبينه هذا الحب قد ما يعني قد ما عمل الطرف الثاني او قد ما عملت انت فبترجعوا لبعض كل مره بترجعوا لبعض فشايفه انه هذا الشهر او هاي الفتره كثير حلوه بالنسبه للعاطفه خاصه للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين، شايفة انه الشمس عم تشرق اكثر على حياتهم، الشخص المقابل او الطرف الاخر رح يرجع بروح جديدة، رح ينعش هذا الحب، رح يتحركش فيك وغالبا إذا كنتوا منفصلين فأنا شايفة يعني رح يحاول انه يكافح مشانك هذا الشخص. شايفه ممكن احتماليه كبيره انه يكون في بالمستقبل ارتباط او شيء رسمي بيناتكم حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين فشايفه فرصه كبيره بالمستقبل الارتباط لاني شايفه في اشخاص كثير متمسكين داخليا في بعض صحيح في مناوشات في قصص عم بتصير في ولدنه من الطرف الاخر او منك ولكن بالنهايه عم تجتمعوا عم تجتمعوا على خير وعلى هدات بال وحتى لو كنتوا متزوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم مبين انه في عندك نهايه وبدايه جديده هاي النهايه مش النهايه اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه لا هي عباره عن نهايه لابد منها نهايه لشيء سيء في حياتك اما تكون ادمان ادكشن اما يكون طبعا الادكشن الادمان انتم بتعرفوا انه اكثر من نوع يعني مو شرط انه ادمان ادمان ممكن يكون ادمان جنسي ممكن يكون ادمان حب على شخص ممكن يعني في له كثير معاني الادمان فشايفيته عم ينتهي وعلى فكرة هذا الكرت ممكن يكون نهاية لعلاقة ثالثة لأنه أنا بشوف هنا في طرف ثالث عم بيوقف آه يعني اتجاه تج هاي النهايه ما بده هذا الموت لعلاقتهم مع بعض ولكن آه النهايه لابد منها والبدايه عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك آه يعني عرض عم بيقدم لك اعتذار عم بيقدم آه خلينا نقول صفاء آه نيه فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين او للمنفصلين وشايفه في تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تتطور العلاقه اكثر شايفه في حميميه اكثر بين المرتبطين اللي على علاقه اللي مش منفصلين شايفه زياده في انه تدخلوا في بعض اكثر شايفه في امان اكثر عم بتحس كل واحد عم بحس ناحيه الثاني بامان وعم يلجا له بالمشاكل عم يلجا له بكثير امور عم بتبين عندي الطاقات اكثريتها طبعا في عنا قوس في عنا اسد في عنا سرطان وكطاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فظيع بالنسبة للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كلها رح تكون رسم حدود عم بترسم حدود او آآ آآ خلينا نقول يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير كنت خلص تهمش يعني اللي بيعمل لك شيء او كذا تهمشه لا هاي المرة عم بشوفك كتير عم بتوقف وقفة يعني اسد خلينا نقول وقفة خلص انه هذا حقي وانا بدي اياه وكذا وعم بشوف كمان رجوع حق اذا كان في العمل او في العاطفة في حق رح يرجع لك في كارما رح تصير في الموضوع فشايفة تقدم كبير هذا الشهر على جميع الأسئلة ان شاء الله لبرج الحمل بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل هذا الشخص الجديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقة عاطفية بس انه يحترس من هذا الموضوع آه، هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية ممكن يكون طبعا أيا من الأبراج الهوائية آه، وممكن غير هيك يعني مو شرط آه، ولكن هذا الشخص في من وراه مش يعني شر في من وراه يعني خوف وكذا فكنت إذا كنت داخل في علاقة جديدة كتير جديدة بدك تكون حذر من هذا الشخص أو إذا في شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفترة كون حذر منه ما عم بقول لك لا تعطيه فرصة عادي جدا ولكن بدك تكون محترس وما تعطي الأمان أو الأسرار بشكل كبير من أولها لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية اعمل هاي الخطوة لأنه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة عم تاخد قرارات عم تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل فعم تاخذ خطوات عم تاخذ خطوات بجرأه بناريه فلا هدي شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها هذا اكثر اشي بين اذا كان في شايف البعض في عندهم خلينا نقول طفشان يعني من كل شيء حابين يسافروا وفي فرصه سفر فعلا حقيقيه وحلوه خاصة خلينا نقول على الصعيد العملي اللي بده يسافر على عمل وشايفة في ناس عم بتسافر كسياحة مع الحبيب يمكن مع فشايفة في سفر في الموضوع هذا أكتر إشي حبايبي خلينا نشوف من ورق تاني إذا في أي تفصيلات أخرى أو مواضيع شايفيتك يا برج الحمل عم تزيد روحانياتك كتير عم تصلي كتير لموضوع وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة هاي الأمنية رح تتحقق في هاي الفترة في شخص كان متسلط في حياتك قريب كتير جدا منك هذا الشخص إما رح ينتهي تسلطه رح يتغير هذا الشخص في هذا الشخص على فكرة قريب كتير ممكن يكون على الصعيد العاطفي لأنه هذا الورق لل... أنا فتحته للعاطفة فهو شخص شوي كان متسلط في السابق ولكن عم بشوفه بتغير هاي الفترة عم بصير حنون أكثر عم بغير شوي من أفكاره بتنازل شايفيتك بالبداية رح تكون يعني حامل حمولك وخلص تعبت ورحت خاصة إنه في احتمالية كبيرة إنه يكون في طرف ثالث في الموضوع شايفه نهايه تقريبا ل شفنا قبل شوي نهايه لطرف ثالث وفعلا في طرف ثالث يا جماعه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون خيانه ممكن يكون عمل ممكن يكون كذا فاذا كان عمل مثلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك زي ما بيعطي العمل للمتزوجين مثلا لاي علاقه عاطفيه كانت مرتبطين او منفصلين بشوف في انهاء ل يعني الطرف الثالث العائق في في الموضوع رح يكون في نهايه لإله. عم بشوف زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم باكد على بعضه، عم بشوف كل واحد بشعر بالامان ناحيه الثاني، شايفه في كيف بدي اوصلها لكم. إيه شايفة حتى لو ما كان في علاقة رسمية أو زواج رسمي شايفيتكم إما مش إنه بتعيشوا بنفس البيت ولكن رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض إيه أو إنها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم وشايفة إنه الطرف الثاني مخبي لك مفاجأة أو طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية شايفيته مخبيلك لك مفاجاه مخبي موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع بحذر او انه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كثير فرحان بالرجوع وكانك يعني مشكك بالطرف الاخر مشكك بالشريك يمكن من كثر ما عمل شغلات او هيك امور شايفه مراقبه كبيره من الطرف الاخر من الشريك يعني عم بيراقب بطريقه ولكن ما عم بيكون واضح في هذا الموضوع يعني عم بيراقب لكن مش حابب يعرف انك انت تعرف انه هو عم بيراقبك طيب خلينا نشوف عقلك الباطن الفترة هاي اكتر شيء لوين رايح في الفترة الجاي اهتمامك العقل الباطن تبعك إذا في بشاره إذا في شيء آه. حبيبي قلت لك في شخص جديد رح يدخل حياتك فرح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي انك تختار ما بين شغلتين اما اما تختار ما بين الحبيب القديم الموجود من الاول والشخص الجديد اللي رح يدخل حياتك اللي قلت لك كون حذر شوي معه او انه على الصعيد العملي رح تكون بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي فرح يكون في قدامك خيارين تختار منهم رح يكون كتير صعب الاختيار ولكن انا شايفتك رح تختار الشيء المناسب يعني على خير هذا هذا الموضوع ان شاء الله رح يتم على خير طيب في تحذيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف ورق التحذيرات ايوة شوف حبيبي عم يكون عندك تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بتح بعقلك الباطن بتفكر بالامور بأوهام كتير في امور عم بتضخمها عم بتضخم كثير الامور تحسب حسابات كثيره تستنتج تحلل تحليلات كثيره عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأثر هذا الاشي على فكرة على صحتك فالتحذير انه لا تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك لانه ما ما بتستفيد منها هالشي يعني طاقه سلبيه هي اساسا وما في الها داعي يعني ورقك حلو فما في داعي للتخوفات والامور واساسا فكرت او ما فكرت النتيجه وحده فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الامور. آه خلينا نشوف هيك آه واو اذا في نصيحة من الفيري كارز اه حلو كتير هاي الفترة عم بيقول لك انه راح تعيش رومانسية بزيادة هذا الفترة الجاي فرح تعيش مع الحبيب او مع يعني راح تكون في رومانسيات كتير رح يكون في مشاعر جياشه خلينا نقول رح ترجع علاقتكم زي ما بلشت مبين انه رومانسيات كتير يعني ما توقعت يطلع لكم هذا الكرت بس شيء حلو بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهم شريك مبين انه في زي فارس احلام